احنا هسه على الحدود بين العراق وبين ايران، يعني الصيادين بالوقت الحاضر بالآونة الأخيرة ما قاموا يصيدون بعد سمك، لأنه السلطات الإيرانية جاي تمنعهم. هسه لو تباعوا للشط ما تلقى ولا صياد، هسه لو الكاميرا توجه على الشط ما تلقى ولا صياد. ليش؟ لأنه الصيادين الموجودين عندنا العراقيين ما يخلونهم، الجانب الإيراني ما يخلوهم، يعني لا يرمونهم، لا يأخذون معداتهم، لا يوقفونهم يذبون يأخذونهم بذيش الصفحة، فمضطرين يعني بطلنا صيد الأسماك كلها، السمك كله بطلناه، الصيد كله بطلناه، لأنه ما نقدر، نخاف من السلطات الإيرانية تأخذنا، لو تأخذ شباشنا، لو تودينا تعبرنا ذي الصفحة وبعدين ترجعنا، يعني مشاكل هواية، فبطلنا الصيد مع السمك بالوقت الحاضر. فنريد من الحكومة تسوي لنا فد حل، يعني تسوي لنا فد حل تخلي الحكومة الإيرانية شوية تغض النظر عن الصيادين، فإحنا عيشتنا على الصيد. عيشتنا على السمك، عيشتنا على الزراعة، زين زراعة ماكو لأنه المد الملحي وصل لنا وخذانا أخذة، ما ظل عندنا كل شيء، هسه لو تباعوا يعني حتى طير ما موجود بالمنطقة، إطلاقاً طير ما موجود بالمنطقة لأنه حتى الطيور هاجرت، والطيور هاجرت وإحنا بالوقت الحاضر حتى إحنا راح نهاجر. الشيء الثاني مشكلة الصياد، الصيادين ما جاي يوفروا لهم الغاز، وخاصة بمنطقة البحر. يعني البحر يراد غاز هواية، هنا قليل غاز، لكنه بالمنطقة هناك يريد غاز هواية، ما جاي توفر الحكومة غاز للصيادين، فمجبورين يبطلون. ايش يسوون؟ يبطلون، وماكو وسائل يعني دعم من الحكومة تدعم الصياد، ومنك السلطات اذا نزلوا لي جوا كلش، السلطات الكويتية هم تاخذهم، هم ما يقبلون، شو اقول لك والله هذه منطقة دولية، منطقة محرمة، هم ياخذونهم ويسووا لهم مشاكل، فمجبورين يعني الصيادين بطلوا من صيد الاسماك فد مرة كلش، خذوا حلالهم، خذوا معداتهم، خذوا اشباشهم، خذوا ابلامهم ووقفوهم هناك بذيش المنطقة، ظلوا 10 15 يوم 20 يوم لما صارت مفاوضات ورجعوهم. ايش يسوون؟ فمجبورين بعد يبطلوا صيد الاسماك كلها. اي البحر هذا اي بالبحر، هاي الحدود العراقيه الايرانيه الكويتيه، يعني هذه ما يقدرون يصيدون سمك به، وين يروحون ما يدرون، فمجبورين يبطلوا بعد ما عندهم كل عيشه. اساليب التعذيب الموجوده عندهم اشكال، يعني هم الصيادين الموجودين اللي راحوا هناك يعني جونا مدبرين، يعني فد مره ظهورتهم مزلغه، طقات برؤوسهم، يعني اشكال التعذيب جاي يعذبونهم، يقول لك حتى بالكهرباء هم عذبوهم. صراحه انه نجد الاستهداف الواضح لكثير من صيادي البصره من المناطق الحدوديه كالفاو وابو الخصيب و جنوب البصرة مع المياه الإقليمية. هذا الاستخفاف الواضح بحياة المواطن البصري والصياد البصري، كون أنه هذه مهنة تزاولها أبا عن جد، نجد استخفاف دول الجوار من إيران والكويت، أدى أنه التعدي بالضرب، التعدي بالرمي والقتل العمد، بعض الزوارق وبعض الطاقمات الصيد تؤخذ وتحجز فترة عند هذه الدول، ثم بعض التفاوض والتي تعاد. أعتقد هذا قطع واضح للأرزاق، استخفاف واضح بحياة المواطن البصري، تعدي على أرزاق كثير من البيوتات البصرية، هذا لم يكن سابق انذار في النظام السابق. أعتقد كانت هناك هيبة مؤسسات، كانت هناك هيبة وسيادة للدولة، لماذا الآن بعد سقوط 2003 اليوم الصائد والممتهن لهذه المهنة في جنوب البصرة مع مياه شط العرب الذي استخدم هذا كمهنة لرزقه ورزق عائلته ورزق، ومعروف أن المحافظة البصرية محافظة تمتلك الخصوصية المائية وتمتلك الثروة السمكية إن صح التعبير. اليوم نجد كثير من انتهاكات تكررت وتعمدت من هذه الدول، هو استخفاف واضح وتقليل من سيادة العراق الحدودية. نحن البصرة هي محافظة مشاطئة بالحدود إن صح التعبير، تمتلك الحدود المائية مع أكثر من دولة، نجد أن الانتهاكات تكررت وتعدت لأكثر من مرة، كثير من الطواقم حتى أدت لقتل كثير من الصيادين في الفاو وبالخصيب، حتى قتل أصحاب تلك المهن في المياه الإقليمية. هذا طبعا هذه البادرة هي
هي سابقة خطر وناقوس في نفس الوقت يهدد البيت البصري. أنا علمت أصلاً من مصادري الطبيعية وجدت أن كثير من الصيادين تركوا تلك المهن لما يتعرضوا من الرمي وما يتعرضوا من انتهاكات وما يتعرضوا من قطع أرزاقهم بينما هم في ضمن المياه الإقليمية لمحافظة البصرة. أعتقد أن هذا التعدي السافر من إيران والتعدي السافر من الكويت على الحدود المائية مع البصرة هو استخفاف واضح، هو قتل عمد. اليوم البصرة يجب أن تنعم بثرواتها، اليوم البصرة يمكن أن تنعم بالثروة السمكية هبة وهبها الله لمحافظة البصرة. حتى في هذه المسألة نجد المواطن البصري محارب والمواطن البصري ينتهك على تلك الطواقم. ما يزدادنا عجبا نجد وقوف الصنم ووقوف الأخرس من الحكومة المحلية، من الحكومة الاتحادية، من الحكومة العراقية أمام تلك الطواقم. هناك بعض الطواقم بقت عند الكويت أكثر من أسبوع وأكثر من 10 أيام، وبعد التفاوض التي ثم يعاد وبتلك الصورة المهينة المعيبة التي لا تمثل لسيادة الدولة ولا تمت لسيادة بلد. صراحة هذا لم يكن سابق في تلك السنوات السابقة، أما الآن نجد هذه الانتهاكات جدا واضحة. اليوم الصائد البصري إن صح التعبير الذي يقتات على هذه الرزق وهذه المعيشة هو في فوبيا جدا كبيرة، يجد أنه اليوم التعرض على هذه المهنة والتعرض على حياته صراحة فقدوا كثير من الأرواح، لذلك هم اعتزلوا تلك المهنة. نجد أن هناك مطالبات خجلة من الواقع العراقي، من الحكومة العراقية، ونجد تصاعد التعدي من الحكومة الإيرانية والحكومة الكويتية على الطواقم التي تصيد في مياه شط العرب. صراحة نواب البصرة هم ممتعظون، رامي السكين ممتعظ من هذا الأداء، ممتعظ من أنه اليوم المواطن البصري يجب أن ينعم بثرواته، وهذا الثروة السمكية التي وهبها الله. وذا نجد أن روح الصائد البصري هو تتعرض للخطر وتعرض للانتهاك. صراحة أنه هو هذا نجده من ناحية عمد أو غير عمد، هناك يعني نقول استهداف للمواطن البصري الذي يستخدم الذي يقتات على الصيد السمك، كأنه هناك شيء ممنهج لقتل هذه الثروة السمكية ولقتل هذه المهنة عند صائدي السمك في البصرة، كما رأيناه في قطاع الزراعة. نجد الإهمال الحكومي، تلو الإهمال الحكومي، عدم تزويدهم بالوقود، عدم تزويدهم بالدعم، عدم تزويدهم بالقروض الزراعية، أدى إلى أن المواطن البصري الزراعي ترك مهنة الزراعة وتوجه إلى التجارة وتوجه إلى مهنة أخرى. هذا الطرح الممنهج وهذا الطرح العمد وهذا الإهمال الواضح أدى أن المواطن البصري يتوجه إلى مهنة أخرى. نفس الحالة لا نجد الدعم الواضح من الحكومة المحلية، لا نجد الدعم الواضح من الحكومة الاتحادية، من الحكومة المركزية التي توجه أن يستثمر المواطن البصري يكون مواطن في محافظة حدودية لثلاث دول ومحافظة تمتلك مشاطئ وتمتلك ثروة سمكية على مستوى الأهوار ومستوى شط العرب. لذلك نجد الإهمال الواضح. هم غير مدعومين لا بالجزائل ولا بالنسبة للمشتقات الغاز والنفط، في نفس الوقت غير مدعوم حتى بقروض إن صح التعبير، حتى بمنح مالية كان المفروض أن يضعون نصب العين نصب الاهتمام من الحكومة حتى يتوجه نوعا ما أن يستثمر المواطن البصري ضمن هذه الطاقات الثروة السمكية. نحن يعني أنا ما أريد أجيبها بالفصحى بس خلنا نسولف عدل. صيادين هذا اللنج ملكي، احنا في بداية الفاو أعاني من قلة الكادر الصيادين. أول شيء قلة الكادر، ليش؟ لأن المعاناة 500 ألف ما تشيله، 250 و55 غاز يروح للبحار، البحبوحة اللي صايرة من ميناء البكر إلى الفاو، يعني مئات الزوارق تذبيها الصيد بيها، شي حصل يعني يجي للفاو ما مسدد الماكله وما مسدد البحار، يروح لهله يتفارها. هاي أول شيء.
اثنين دولة الكويت من كانت بزمان صدام حسين احنا نروح نشتغل بالحدود مالتنا ومالتهم. دولة ايران الاسلامية احنا ما نقول احنا جيران وكذا واحد يعتب على الثاني. هم ليش يصفون على رواحتهم بانه يجون للقاع قاعنا احنا شتنا يصيدون واحنا ما نروح عليهم نصيد؟ ليش؟ السبب شنو؟ قوة؟ احنا ازيد من عندهم قوة، لكنه ما نريد نرجع الماضي، احنا اخوان. انتم يا دولة الكويت، انتم يا دولة الكويت العراقيين شنو سووا وياكم؟ احنا اخوة وخلاص، اللي فات فات. انتم ليش تضربونهم؟ ليش تعذبونهم؟ هذا مياه بحر هذا. انت على اساس انت تتجاسر على البحار وتكتله وتهينه وتاخذ ممتلكاته؟ بيا حق. انتم مو جاي تجون الجميله وغير جميله، جاي تذبون تاخذون السمك تشترون؟ احنا اللي سويناه شنو وياكم اخوان؟ نهيب دولتنا ورئيس الوزراء بانه يسوي شاره للصيادين. اولا اللنجات الجاثمات اللي على الطين، ها بزمان صدام جابوا مكاين، جابوا شباكه وجابوا وخلوا كرامه العز للبحار. زين نجيب النفط الابيض بتعبنا بكدنا بالامواج اللي تملاطمه علينا وما راضي علينا الدولة، اللي كسبانينا شنو احنا؟ اللي كسبناه شنو؟ نرجو من الحكومة العراقية والشعب البصري بانه تعال جمعية الصيادين بالفاو، انتم لازم تحركون نفسكم على وزير النفط، على وزير الموارد المائية، على وزير يعني الوزراء، هواي احنا مرتبطين وياهم. لازم يسوون لنا في الترتيب وتخلونا احنا اخوانكم. احنا هذا اللنج يشيل 9 نفرات 9 بحارة، اليوم اطلع انا ب3 ب4 بحارة. ليش؟ ليش ليش اطلع ب3 بحارة 4 بحارة؟ ليش؟ لانه هي المسافة قريبة، مسافة قريبة، ما تصيد قريبة، يعني ما كنا احنا نطلع يومين ثلاثة مشي ليل مع نهار. وكان الصيد نعمة من الله، وتجيب الفاو ومتروسة سمك ومرتاح العالم وجيوبها مليانة. اليوم حلال اشتريته ظلت قاعد، أنا متقاعد طلعت، وحلال ظلت قاعد حصر علي بأنه واحد يشباكه، يعني شباكه الموسم الجاي. أنا جبته هنا أريد أعوم، أريد أنظف، أريد أشتغل به، خطر أذهبه للموسم. أفكر بنفسي بأنه إيش راح أشتغل؟ أشتغل صبور إشباكة يراد لي بالحدود مليونين، زبيدي بالحدود 3 ملايين وكسور. إيش أشتغل؟ اللي أشتغله شنو خطرة؟ أنتم الحصة قطعتوها، تقولون موجودة الحصة، تعال خذها، بيش أخذها؟ ب400؟ خب أشتري من إيران أحسن لي، ب$60، ب60,000، ها؟ خب أشتري وجبت من إيران بالسيطرة، يقولوا لك هذا الغاز ايش قد عندك غاز؟ يعني شامني امشي على الهواء؟ بيش امشي انا؟ حبيبي انت، احنا البصرة خاصة، البصرة هي ام السمك، هي ام الشط، هي شط العرب ابتدادها من قرمة علي الى الفاو. عيشة الناس هاي كلها على البحر، على الصيد. يعني كانت هاي العالم ما كانت بطالة. هاي الشباب ما كانت بطالة، عامة تشتغل على باب الله وتطلع، يعني تطلع تجيب عرق جبينها وتطيل لعيالها. بمن هسه؟ اريد اسال بمن؟ انا اسال نفسي، انا كملاك اسال نفسي. بمن انا اسير لنجتي؟ بمن؟ يعني اجيب من البيت واحط فلوس، ها؟ واسير لنجتي؟ انتم لازم تساعدونا، انتم يا حكومة ساعدوا الصياد، وقفوا وياه. اسال مدير شو اسمه القوة النهرية بالفاو، اساله اذا واحد يريد مساعده من عندكم، رود كذا غرق يريد مساعده، قال لي بيش اروح له؟
يعني حكومة يعني إنقاذ ماكو بيش أروح لأنا. هاي معاناة، المعاناة الصياد هسه حاليا، معاناة الصياد حاليا يرثى لها، يرثى لها أصلا. والله حتى لو طاح انكسر ما حد يقول له أنت شنو. ليش؟ لأنه ما عنده الضريبة تكسر الظهر وانت قاعد، انت قاعد والضريبة تكسر الظهر. انت لا 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 تشتغل ولا هاي، ويصير الضريبة ها 1/1/2000 مثلا او 19 يكسرون ظهرك بالضريبة. يلا انا ما اشتغل، ما مقدميني بهالشيء، اللنج غرق رحتوا له ساعدتوه اعطيتوه فلوس تاخذون الضريبة. علما التأمين ياخذ ضريبة، التفتيش البحري ياخذ ضريبة، الميناء ياخذ ضريبة، الشرطة تاخذ ضريبة، واحنا عايشين بس على نكد للضرائب ونطي. اللي قدمتوه لنا شنو؟ انتم يا حكومة ايش قدمتوه لنا شنو؟ هاي اللنجات اللي طابقة تشتغل، يقول لك انا اروح انا ادور على بحار ماكو، تشتغل. بحار ما يطلع، يقول لك انا يعني اطلع واجي ب 10,000 ما اخو بطل هنا عربانة وادفع بيها والسلام عليكم واجيب قوت عيالي. وواقفه واقفه هاي اللنجات هسه تشوفونها انتم، هاي كلها واقفه وتاخذ عليها الدوله ضريبه وهي واقفه ما تشتغل. رحيم، نحن كجماهير محافظه البصره وناشطين مدنيين نستنكر كل الاستنكار على تجاوز دول الجوار على صيادين في قضاء الفاو، وهذه التجاوزات منها من حيث الألفاظ ومنها من حيث الحجز، وحتى بعض الأحيان مصادرة أدوات الصيد وحجز المركب. وإحنا نقول لهم كفاكم، عليكم أن تحترموا سيادة العراق، وعلى وزارة الخارجية أن تفعل دورها وتطالب هذه الدول المجاورة للعراق ضمن المياه الإقليمية أن تكف الاعتداء على صيادين الذين يتم إبحارهم والصيد في المياه الإقليمية، وعليه أن تطالب الحكومة العراقية وخاصة وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي أو الإيراني وإعطائه رسالة واضحة بعدم التجاوز أو الاعتداء على صيادين، لأن هؤلاء عبارة عن شريحة واسعة من الصيادين الذين يعتاشون هم وعوائلهم على مهنة الصيد من عشرات السنين، ولكن في هذه الأونة الأخيرة تم محاربتهم من قبل خفر سواحل الدول الجوار ومنها الكويت وإيران، ومضايقتهم وعدم الصيد في المياه الإقليمية. ومن جهة أخرى أطالب الحكومة العراقية بدعم الصياد العراقي، لأن كافة دول العالم تدعم الصياد العراقي، الصياد تابع إلى هذه الدولة، ولكن الحكومة العراقية لا تدعم الصياد العراقي، لا بإعطائه الغاز أو توفير له التسهيلات أو ما شابه ذلك من أمور الصيد. فنحن كجماهير البصرة وناشطين مدنيين نقول كفى تهميش هذه الشريحة التي كانت لها دور في الاقتصاد العراقي من حيث مهنة صيد الأسماك في المياه الإقليمية، ونقول نعاتب وزارة الخارجية العراقية أن تقدم شكوى إلى دولة الكويت وإلى إيران بعدم الاعتداء على صيادين ضمن المياه الإقليمية البحرية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نستنكر كل اعتداء على الصيادين العراقيين، لأن ما ذنب هؤلاء، لأن يمتلكون عوائل ويعتاشون على هذه المهنة، وأغلبيتهم هاجر هذه المهنة واتجه إلى المدينة، وسوف تموت هذه المهنة الحيوية المفيدة للاقتصاد العراقي. فنطالب بالحكومة العراقية بدعم الصياد العراقي وخاصة صيادين قضاء الفاو ودعمهم بالغاز لتسهيل أمورهم، ومخاطبة الدول الجوار بعدم الاعتداء عليهم ومصادرة أدوات الصيد. الحكومة العراقية تزيد الخناق على صيادين من حيث عدم تسهيل أمورهم، عدم إعطائهم الغاز إلى المراكب التي تبحر في المياه الإقليمية للصيد،
وعراقيل أخرى قانونية وروتينية مبتذلة. فنقول للحكومة العراقية عليكم إسناد الصياد العراقي، لأنه هو فرع من فروع الاقتصاد المتين الذي يوفر العملة الصعبة للخزينة العراقية. وبالتالي نطالب الحكومة العراقية بتسهيل كافة أمور الصيادين هؤلاء، شريحة كاسبة وبحارة في المياه الإقليمية العراقية يحتاجون من صيد الأسماك. لقد أغلبية الصيادين تركوا مهنة الصيد وهاجروا إلى المدينة للمضايقات من دول الجوار وعدم تسهيل من الحكومة العراقية لهم، فأصبحت مهنة الصيد معقدة جدا وصعبة أن يمارسوها، ليس مثل السابق يتوفر لهم التسهيلات من الغاز وبقية الأمور التي تسهل عليهم الصيد وأمور أخرى. ولكن هسه ضاقت المعيشة عليهم من التعقيدات من الحكومة العراقية والاعتداءات من خفر سواحل الكويت وإيران على الصيادين العراقيين. فهؤلاء شريحة مؤلفة من آلاف الصيادين أصبحوا في عداد المنكوبين والمنسيين. فنقول للحكومة العراقية ارأفوا وانتبهوا إلى هذه الشريحة المهمة، لأنها شريحة اقتصادية للمجتمع العراقي. احنا معاناتنا هواي، ما اريد نقول لك وحده اثنين ثلاثه، هواي معاناتنا. معاناتنا اول شيء ماكو دعم للصياد، الشط موته وماكو صيد، لاكو دعم للغاز، الغاز انقطع من عندنا من 2009 لحد الان لتر واحد ما ماخذين. هذا السماك قبل يجيب سمك للعلوه ينزل تشتري من عنده البغداد الناصريه كلها تسوق من العلوه الفاو، هسه علوه الفاو صبحت ماكو، كلها استيراد ومثلجات وكلها من الدول الجوار. اثنين هسه كلها المشاكل معاني منها، احنا اذا ماكو دعم للكادر هذا والعمال هاي البطاله منو يعينها اذا ما تعين هاي الحكومه؟ راحت حكومتين ماتت علينا ما استفادين من عندها لا كادر اشتغل لا شيء، قامت النوبة بالأسوأ، كل ما تجي بالأسوأ. هسه احنا نطالب من هاي الحكومة الجديدة ان شاء الله تدير بالها على هذا المواطن بالفا والصياد وبو الزورق، اللي تروح عندك زورقة تروح للضريبة، الضريبة ما شاء الله يطقك بالعالي، تروح للتصيح، التصيح ماكو يعني جشع، ماكو لا مواد احتياطية لا للصيد لا للشبات لا الكادر هذا، الله وكيلك عالم هاجت وراحت غير محافظات تشتغل بالتفاليس في سبيل تعيش، يشتغل يوم يعيش ما يشتغل، وروح الفا وشوف المعاناة، يعني شوف الزوارق الراكسة والبايدة والانهجرت والراحت طاحت، أول 100 مليون يبتاع بخمس ملايين هسه، الله وكيلك جاي نشتري بيهن تغسل. ونريد من هاي الحكومة جديدة إن شاء الله دعم وتوفر الشغل لهذا البطالة والكسل اللي قاعد هناك، هذا الشباب والله كاتلهم الضيم وكاتلهم القهر، يروح للشاط ماكو يقول لك لاكو صيد ولا شيء، الدول الجوار جاي يحاربون من لا تطلع منا الكويت كاظك، او ياخذ هناك وذاك الحكي وذاك، وتدرون بالكويت جاي يسوي بالصياد اذا كظه، داق واذيه واهانه، تروح لايران هم بعد اخس وتعس. على اساس حاصرينه لهاي البضاعه مالتهم تمشي هذا السمك المجمد وهاي العالم هلكت وراحت ما حد دار باله عليها ولا عرف فيها شلون ما كان. احنا نريد ان شاء الله من هاي الحكومه الجديده الجايه والله سبحانه وتعالى بلكي يوفقهم ويدرون بالهم على الصياد ويدعمونه خاصة الحصة مالت الغاز، إذا رجعت الحصة مالت الغاز الشط انتعش واشتغل، قبل حوالي 1500 قطعة بحر تشتغل هسه ما بهن 20 وحدة، من سبب من؟ سبب الحصة انتهت مات الشط. هاي الكادر قبل الله وكيلك تيد لك عامل بطال ماكو تيده يصعد وياك سيرة الزم عليه، هسه ظل العالم كاظه الشطوط والشصوص ظل دايح العالم، وهم التجت الغير مشاكل، يعني جاي يسوي مشاكل وهاي، والحمد لله والشكر من سنه 2009 لحد الان سوء حال، لا احنا يعني تاذينا اذيه لم يسبق لها مثيل، ما نقول لك 50% ولا 5% ماكو. يعني احنا ظالين على الله وعلى ننتظر يا حكومه تجي يا الله يا الله بلكي الله دير بالها علينا بلكي الله دير انه بتقضي الاربع سنوات وراحت. احنا عيشتنا مو بس الفاو قرمت علي، خلنا اقول لك الفاو وبالخصيب السيبه سيحان الدويب هاي كلها الفاو بالاخص هاي عيشتها من قرمت علي لما توصل للفاو هاي عيشتها كلها على الشط من زمان
نوري سعيد، انا موالي 49 اذكر على اجدادي واجداد اجدادي احنا شغلتنا الشط صيد، ما نعرف هسه من شب على مهنه شاب عليه الله وكيلك. اذا واحد اشتغل وشاف ابوه قد له شغله بعد ما يعرف، نادر واحد بالعائله يطفر يروح يشتغل، والله الباقي الله وكيلك كلها كهذا الشط تنوع لله رحمه السمكه والشط والماي، انه بالماي صار بعد تشوفه صار الماي مر حتى هاي السمتيه تعيش بالمستنقعات ما تعيش بي. واحنا نريد بعد مساعدتهم، يساعدونا نعم الله عليهم، ما ساعدونا ننتظر رحمه الله، بلكي الله يلتفت لنا بواحد زين يعين هالفقره هاي يعين هالوادم هاي، والله روح تشوف الفاو يعني بانقص حال، يعني ما كان احنا قاعدين على بلد نفطي العالم. قلت له والله انا خليني اقول لك مره انا صاعد باخره اطبقت عليها قال لي انت هاي خاشوقتك وملابسك؟ قلت له ليش؟ قال لي بلد نفطي ديدايتك مشققه الله اكبر. قال انا عبالي هذا خاشوقه تاكل بها من ذهب. قلت له عمي يا ذهب عمي بلد رايح كلها عمي هاي السفن كلها بادت وطاحت ماي وراحت راحت سته تحت الصفر صارت الله وكيلك كل شيء باكل هاي هسه خلوا شوفوا هاي الراكس راكس والمهجرين وقاعدين ننتظر رحمه الله بلكي الله تلتفت لنا هاي الحكومه الجديده وتسوي لنا صوره حل. الحصه خلي يرجعونها والله ينتعش الشط يعني يرجع بطاله ماكو شغل يصير عدل حسب ما تريد بس خلي يرجع الحصه. هسه ما اقول لك عمي اكو ناس اذا رجعت الحصه مو كل الناس ناس استفاد من عده شاسة واحد يهرب كله تهرب الله وكيلك ما ادري شو. طبعا في ما يخص مهنة الصيد مهنة الصيد في ناحية السيبة ومن خلال شط العرب هناك مضايقات كثيرة ومشاكل كثيرة يعاني منها الصيادون في ناحية السيبة بالإضافة إلى المناطق المجاورة لها، منها عدم وجود أي دعم للصيادين من قبل الحكومة بالإضافة إلى المضايقات من قبل الجهات لكون الجهات الخارجية لكون شط العرب هو محاذي إلى الجارة إيران بالإضافة إلى معاناة الصيادين مع الدول الأخرى في الخليج العربي. نأمل أن يتم مفاتحة الجهات الدولية والدول أو الدول المجاورة من خلال وزارة الخارجية و ممثليات هذه الدول في محافظة البصرة بالإضافة إلى سفارتها في العاصمة بغداد لتسهيل ووضع اتفاقيات تعطي الحرية للصيادي العراقي بممارسة مهنة الصيد. طبعا عزوف أغلب الصيادين عن ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى الأسباب الخارجية والأسباب الأخرى هي عدم وجود دعم للصيادين من قبل الحكومة مثل ما كان في السابق دعمهم بمادة الغاز بالإضافة إلى توفير الأشباك الصيد توفير بعض المستلزمات الصيد الأخرى هذه كلها انتهت في الوقت الحاضر فلا يوجد أي دعم للصياد في ناحية السيبة أو في قضاء الفاو أو المناطق الأخرى هذا أدى إلى عزوف الصيادين عن الصيد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأشباك ومستلزمات الصيد هذه كل الأمور أدت إلى عزوف الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد. طبعا مضايقات من قبل دول الجوار للصيادين العراقيين مستمرة على من قبل دول الجوار كدولة الكويت والجارة إيران ونأمل طبعا أن توضع اتفاقيات لحل مثل هذه الإشكاليات والمساهمة بدعم الصياد وتسهيل مهمة الصيد في المياه الإقليمية التابعة حتى المياه الإقليمية الصياد العراقي لا يستطيع أن يمارس مهنة الصيد فيها لوجود تجاوزات من بعض الدول الجوار عليه. هي بالنسبة للمهنة الرئيسية لأهالي السيبة وقضاء الفاو كانت هي مهنة الصيد فانتهاء مهنة الصيد طبعا ونتيجة للمشاكل التي تتعرض لها الصياد هذه كلها أدت إلى وجود طبعا أيدي عاطلة جديدة تضاف إلى عبء على الحكومة المحلية. لو كانت هناك معالجات جدية وجذرية لمشاكل الصيادين لاستمر الصياد بممارسة هذه المهنة بحرية وسلاسة وبالإمكان أن ترفد الاقتصاد الوطني بتوفير الأسماك في السوق المحلية لكي طبعا يتم يعني تحسين ظروف المعيشية للصياد بالإضافة إلى رفد الأسواق المحلية بهذا المنتج المهم.
اللي هم تضرروا واللي تضرروا اساس الضرر اللي يلاحهم من وزير النفط السابق الشهر الثاني، والمعاناة اللي هي هسه هاي الزوارق الساحبات مال صيد الاسماك هتشوفونها موجودة قدامكم امام عيونكم. هي من يطلعون يصيدون بالبحر راح الدول الجوار كلها تضايقهم، من ايران من الكويت من معاناة من ضرائب من معاناة من مجلس النواب اللي هم كل مطالبهم وكل هذا يعني ما حد يستجاب لهم، ولحد الان هم واقفين على يعني كل حقوقهم راحت ويا مهدوره ويا الحكومات السابقه والحاليه. نطلب من هاي الحكومه ونطلب من الحكومه والمسؤولين انه ينظرون لهالناس هاي الفقره اللي عايشه على الزوارق وعلى السمك اللي هم بالبحر وبالشط العرب، وهذه ناس كلها فقره وكسبه وعايشين على هذه من دعم من الزراعه المفروض باشباك بمعدات صيد بنفط هواي هواي امور يعاني من كل شيء. سولف لي قبل وهسه صيام. قبل كان الحصة النفط اللي يحصلونها ينطونهم اياه بالفاو يطلع بها يصيد يبقى هناك فترة يجيب الصيد يبيعه بالفاو ويحصل خير من الله، لا حد يضايقه. كانت الصيادين يبيعون مو يبيعون العراقيين يبيعون على الكويتيين يبيعون على الايرانيين، يعني كان هو العراقي كان يدخل عملة صعبة للعراق، هسه صارت بالعكس يعني يحاربونه يلزمونه يذبونه سجين ياخذون الشبك مالته يعني يضايقونه بكل 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 وسيله انه بحيث ما يخلونه يمارس عمله ويصيد بالبحر. تعرفون انتم اليوم الصيادين بالنسبه للحكومه المركزيه والمحليه مثل ما يقول ماكو دعم وماكو اسناد، يعني هذا الصياد هو قاعد مثل ما يقول يخدم ابناء العراق يخدم ابناء العراق، فاطلب من الحكومه دعم الصيادين. يعني هسه الصيادين قاعد تتجاوز عليهم يعني من دول الجوار قاعد يتجاوزون عليهم وماكو هو هذا دعم مثل ما يقول دعم تجاري واقتصاد البلد، فأطلب من الحكومة المحلية دعم الصياد لأن الصياد بهيجي بهذا الوقت هذا الوقت المحرج يعني قاعد تتجاوز عليه خاصة دول الجوار وما حد إليه موقف لحماية هذول الصيادين، فنطلب من الحكومة المحلية والمركزية دعم الصيادين ووقفة جادة لهم وهذا يصب كله بصالح البلد. سبب هو لأن الحكومة ما دعمتهم ولا الحكومة واقفة وياهم، فطبعا يهاجر يعني قاعد يطلع للبحر وقاعد الدول الجوار تتجاوز عليه، فماكو موقف لا من الحكومة المركزية ولا من الحكومة المحلية، فأتمنى من الله إن شاء الله الحكومة المركزية والمحلية تهتم بالصياد لأن هذا مثل ما يقول ثمرة لأبناء الشعب العراقي وهذا اقتصاد لجميع أهالي العراق مو فقط البصرة، وتعرفون أنتم هي الفاو بوابة الكبيرة اللي دعم اقتصاد البصرة وجميع المحافظات. طبعا اكو فرق لان ما كان قبل يدعموه بالغاز يدعموه بالشبك يدعموه مثل الحكومة واقفة ويا الصياد، هسه ما اعتقد يعني الصياد مهمل بهذا الموضوع ما اعرف شنو السبب. طبعا الصياد يهاجر ما يظل بالبيت لان ماكو لا موقف من الحكومة ولا اكو اسناد، لان اليوم الصياد من يطلع يريد غاز يريد شبك على مود خاطر مثل ما يقول يدعم الاقتصاد، فما اعرف انا شنو الاسباب، فنتمنى من الحكومه المركزيه تهتم بموضوع الصيادين. توجد هناك مشاكل بالنسبه للمياه الاقليميه اللي تحد الدول الخليج العربي بالدخول صيادين الفاو من منها تأثيرات سلبية على المياه الإقليمية، وهي مما يؤثر على الصياد العراقي، وكذلك الصياد العراقي له تأثيرات أخرى من ضمنها الحكومة المحلية عدم داعمة للصياد العراقي، منها توفير الغاز توفير الأشباك إضافة إلى الملوحة اللي مد اللسان المحلي اللي جاي يدخل الشط العرب إضافة إلى الإمكانيات المحدودة للصياد العراقي.
بالنسبة لهذا الصياد العراقي، تأخر الصياد العراقي يؤثر على الثروات السمكية جاي تدخل البلد، ما مدعوم. لو هناك دعم من الحكومة المحلية جاي نشوف هناك ثروات سمكية تدخل البلد، تكون داعمة ساندة إلى المواطن، ساندة للصياد بحد ذاته، وهذا ما يأخر الثروة السمكية، يأخر الصياد خصوصا في قضاء الفاو على صورة في البصرة بصورة عامة وليس في قضاء الفاو، وهذا إنتاج سلبي على الحكومة وحس حد ذاته، وإنتاج كذلك وإنتاج بحد حتى على الصياد العراقي. هناك تجنام، هناك تجاوزات من بعض المياه الإقليمية، من بعض المياه الإقليمية خصوصا من الصيادين البلدان المجاورة، مثلا عندك يعني صيادين مثلا تجاه دولة إيران، صيادين تجاه دولة الكويت جاي يدخلون على المياه الإقليمية اللي تخص البلد العراقي، لا هناك محاسبة ولا متابعة من قبل الحكومة المحلية، لا إرشادات بهذا الموضوع. أنا برأيي وحسب يعني رأي الشارع يقوله، يجب هناك حدود وضوابط وأسس لهذه المبادئ، لهذه التجاوزات اللي تكون قد تؤثر على الثروة السمكية للعراق، بسبب أول شيء عدم توفر الغاز للصياد، عدم توفر الشبكات المحلية، عدم الدعم المالي، عدم الدعم المالي، عدم الدعم النفسي، عدم السماحات أو نقول يعني الإشكالات الأمنية بذلك، ما جاءت تسمح لهم الدولة، فذلك سبب الصياد هاجر وعاف مهنة الصيد وهاجر إلى مهنة أخرى بسبب التلكات، بسبب عدم دعم الحكومة المحلية لهذه المهنة. طبعا اعتبر بالنسبة للصيادين في كل دول العالم هم شريحة من شرائح المجتمع يحتاجون على مادة الصيد وهي السمك وبعض أسماك يعني البحرية على أكثر ما يكون، وهذه المهنة تحدث ضمن الدول المتشاطئة اللي طبعا قريبة والمتشاطئة بينهم يعني حدود متقاربة، هذه تارة تعبر مجاميع على الشواطئ الأخرى بين دولة ودولة أخرى، فهذه المياه طبعا لا يعتبر هو تجاوز، وإنما نتيجة هذه الاحتكاكات المتقاربة والأمور، فيجب أن يكون هناك طبعا التزام بالقوانين فقط، وإنما يكون هناك حسن التعامل بين هذه الشرائح وبين الدول المتشاطئة. يعانون من مشاكل التجاوز من قبل الدول المتجاورة. هذه الدول وخاصة دول الكويت ودولة الكويت وإيران طبعا مجاميعنا اللي تعبر من البصرة من الفاو من تكون من خلال مهنة الصيد، يتحركون من خلال مهنة الصيد، يصير عندهم خط أفق أو خط آخر من خلال التحرك، راح يكون هم يعتبر يعني عبروا للجانب الآخر ويعتبروا هذا طبعا تجاوز على المياه الإقليمية، ويتعرضون إلى شتى الوسائل من الضرب وطبعا الاعتقال قد يكون، وقد يكون إلى حجز وأخذ جوازاتهم وما لديهم من هويات وأمور أخرى. بالنسبة للحكومة العراقية لم تعمل لأي صياد يأتي بالمياه الإقليمية لتابعة إنه لم تكون بالمقابل هي تعمل هكذا بالضرب أو أمور أخرى، ولكن تتعامل بالنسبة للحكومة العراقية مع الدول الجوار تتعامل بلطف وإحسان وأمور أخرى، تطبق قوانين الدولية اللي هي بشرطها وشروطها أنه المحافظة على مهنة الصيد وما تتطلب من قوانين خاصة بالمياه المتشاطئة. حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: عجبت لمن يدخل إلى بيته ولم يجد قوت عياله ولم يخرج شاهرا سيفه. واقعا المسائل اللي جاي يصير للأخوة السماكين في هذه الفترة، عدم حصولهم
على أبسط الأمور اللي يفترض أنه الحكومة تدعمهم بها، وهؤلاء هم أصحاب أرزاق، فلم يجدوا هذا القوت في هذا المكان فهاجروا هذه المهنة. وهذه المهنة واقعا يفترض من حكومتنا، من أي مسؤول يدعم هذه الثروة السمكية اللي تخص هذا البلد. وإحنا سمعنا وقرأنا وشفنا كل البلدان تدعم هذه الثروة السمكية. ليش؟ لأنه ثروة عظيمة لهذا البلد خاصة، وإحنا هذا البلد كثير من الخيرات به. إذا لم تدعم هذه المسألة ولا هذه المسألة انتهى البلد، واللي جاي نشوفه خاصة هذه الأيام، يعني ليش يصير استيراد أسماك من خارج البلاد وإحنا صاحبين أكبر ثروة سمكية في هذا البلاد؟ زين، هذه الجهة. الجهة الثانية يفترض على الحكومة أن تدعم هذه الناس، تدعمهم ليش؟ حتى يوفر لك هذه الحاجة إلى هذا البلد. الشغلة الثالثة وهي مسألة التجاوزات الحاصلة على أصحاب هذه المهنة، يفترض أنه يصير فد بروتوكول خاص بين البلدان حتى تحمي هذه الناس. أكثر من مرة جاي يصير المسألة يروحون يطلعون بلنجاتهم بزوارقهم وتكثهم البلدان الأخرى ويتحملون الأذية والضيم في سبيل أنه يوفر لك هذه الثروة السمكية. من هذا المكان نطلب من حكومتنا أخواننا مسؤوليننا أنه يدعمون هذه الناس حتى ترجع ثروتنا السمكية. إحنا معروفين العراق بهذه الثروة العظيمة، وخاصة أهل البصرة. أهل البصرة هم اللي واقعا خذوا على عاتقهم الكثير من الأمور، والبحر وما أدراك ما البحر ومسائل البحر، وجاي يتحملون كل هذه الأمور، وبالأخير واقعا تأخذ هذه اللنجات وتأخذ هذه الزوارق، ويرجع هذا الشخص بعد هذه المشقات والآلام، وبالأخير يرجع ما موفر شيء ولا الحكومة وفرت له فد شيء. واخذ انا ما يشتغل.